السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى يا ربي كامل تكونوا على خير وبخير والصحة جيدة يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم مربى ديال القمرون مشرمل، ساهل ماهل وكيجي ولداد. نضيف القمرون على حسب كل واحد وعلى حسب افراد الاسره. نضيف التوابل، واحد درجه ديال الثومه، عندي الملحه، عندي الكمون، عندي الخرقوم، عندي ملعقه ديال الطماطم المركزه، عندي قزبر ومعدنوس، عندي التحميرة، عندي الهريسة، الإبزار، وعصير الحامض. غادي نشحر حتى ينشف من الماء، ديك المويه اللي كتنزل من القمرون. كنزيدو لا ما لا والو. هي تشحرات، غنضيف الشعرية الصينية. تقدروا تزيدوا الزيت مقطع، تزيدوا الفلافل، تزيدوا الفطر، اي حاجه بغيتوا تزيدوها زيدوها. انا بغاوها لي هكاك، غير هكا مشرمل. وكيجيو بنان. غادي نقسم الورقة على ربعة. انا كنت عندي في الثلاجة، نتوما الا كانت طرية تكون احسن. كندهنو بالبيض ولا الدقيق مع الماء. نحيدو دوك الطروف اللي ناشفين، غندهنو بالزيت. غندخلو من الفران، تحمرو. ها هما تحمروا، غادي نزينوهم بالمعدنوس.
شرائح من الحامض، كيجيو لذادين والله الا. شكل نهائي كيجو، كيجيو واعرين شكلا ومذاقا. نتمنى يعجبوكم، وما تنساوناش من لايك للفيديو، والصحة والراحة، والسلام عليكم.